بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. ما زلنا في شرح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا حسن الإسلام، يعني إسلام الشخص، اقتضى ذلك أن يترك ما لا يعنيه كله. كلما حسن إسلامه كلما ترك ما لا يعنيه، يعني ما لا يعنيه من المحرمات، من المشتبهات، من المكروهات، من فضول المباحات، يعني التي لا يحتاج إليها. كل هذا لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه، لا يعنيه، فبذلك يبلغ درجة الإحسان. ولزم من ذلك أن يقدم على ما يعنيه، أن يفعل ما يعنيه، يعني ما له اعتناء به، ما ورد في الشرع أنه ينبغي أن يكون للمسلم اعتناء به، فيتولد من هذين المقامين. أي مقامين؟ ترك ما لا يعنيه والإقبال على ما يعنيه. ما الذي يتولد من هذين المقامين؟ الاستحياء من الله، الاستحياء من الله. ويترك كل ما يستحيا منه، كل شيء تريد أن تفعله وتستحيي من الله أن تفعله اتركه. ليس معنى أن تستحيي من الله تعالى أن تترك المحرم فقط. يعني الآن إذا قاعد عم تتساير أنت وصاحبك بأمور دنيوية، بممارات فوتبول، من ربح ومن خسر، أو عم تحكي أنت وياه بالسياسة بما لا يعود منه نفع لا لك ولا له ولا للأمة، أليس هذا مدعاة لتستحيي من الله تعالى لأنك تنفق هذه الأنفاس فيما لا يرضي الله عز وجل؟ بلى. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى رجلا أن يستحيي من الله كما يستحيي من رجل من صالحي عشيرته لا يفارقه. قال له: استحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح عشيرتك. أنت ملاصق له ليل نهار. إذا أنت ملاصق لرجل صالح، ولي من أولياء الله تعالى، حاضر صاحي، تعمل شيء عن قدام منه مخالف للشرع؟ لا. تنغمس في المباحات؟ لا. تفعل المكروهات؟ لا. بتدخن قدام منه سيجارة؟ إذا على قول من قال التدخين مكروه، بتدخن قدام منه سيجارة؟ لا. فمن باب أولى أن تستحي من الله تبارك وتعالى. هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله قال عنه: حديث حسن، حديث حسن، رواه الترمذي وغيره، رواه ابن ماجه وغيرهما أيضا، غير الترمذي وابن ماجه، بحيث إن الإمام النووي اجتمع عنده من طرق هذا الحديث، يعني رواه من هذا الطريق ومن هذا الطريق ومن هذا الطريق، اجتمع عنده من طرق هذا الحديث ما لأجله حكم على هذا الحديث بأنه حسن الإسناد. ليش عم نقول هالكلام؟ لأنك قد تقرأ، ولا سيما أنه زباين جوجل بهالأيام كتير كتار،
اللي مرجعيتهم جوجل كتير كتار. فقد يقرأ بعضكم عن هذا الحديث أو يقرأ بكتب بعض الحفاظ أن بعض طرق هذا الحديث ضعيفة، يعني حافظ من الحفاظ يذكر أن هذا الحديث بالطريق الذي هو يذكره ضعيف، لكن ليس كل طرقه ضعيفة ولا مجموع طرقه، إن جمعت طرقه يؤدي إلى تضعيفه، بل النووي رحمه الله تبين له وهو حافظ أنه باجتماع طرق هذا الحديث فإن هذا الحديث يرتفع إلى درجة الحسن، مجموع طرقه يرفعه إلى درجة الحسن. وروي عن سيدنا لقمان عليه السلام، ولقمان رجل صالح ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، القول الصحيح أنه ليس نبيا لكنه من أكابر أولياء الله تعالى. قيل لسيدنا لقمان: ما الذي بلغ بك هذه الدرجة؟ كيف وصلت لها الدرجة؟ بإيش؟ قال: ثلاث أشياء: صدق الحديث، لا أتكلم إلا صدقا، وأداء الأمانة. وأداء الأمانة يعني يندرج تحت ذلك الأمانة، إذا كان ترك شخص عندك أمانة، الأمانة في النقل، الأمانة في المعاملة. الأمانة اسم يحمل تحته معاني كثيرة. وأداء الأمانة. الأمر الثالث قال: وترك ما لا يعنيني. وترك ما لا يعنيني. هذه الرواية عن سيدنا لقمان وردت في كتاب تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي. فبركة هذه الأمور الثلاثة وصلت بي إلى ما وصلت إليه من الدرجة، هذا معنى كلامه. وغيره أيضا من أهل الله، من أهل الصدق، الإمام الجنيد البغدادي والإمام الحسن البصري الذي هو من سادات التابعين وغيرهما، ذكروا أن من علامات حسن حال الإنسان أن يترك ما لا يعنيه. فتركك ما لا يعنيك من العلامات الحسنة، وانشغالك بما لا يعنيك، من كان هذا حاله ينشغل بما لا يعنيه مثل هذا الإنسان يقلق على حاله، يقلق على من سوي، يقلق على حاله. شو يعني يقلق على حاله؟ يعني يخشى عليه. ليش يخشى عليه؟ لأن الاشتغال بما لا يعني الشخص يفتح عليه أبوابا ما كانت تفتح عليه لولا أنه لم ينشغل بما لا يعنيه. بسبب انشغاله بما لا يعنيه تفتح عليه أبواب من الشر، أبواب من الشر. طيب شو القصد؟ أن يشتغل بما يعنيه وأن يترك الاشتغال بما لا يعنيه. شو الأمر الذي يعني الإنسان؟ أي واحد منا، أي واحد، ما الأمر الذي يعنينا؟ هو ما تتعلق به عنايتك، ما تهتم له. طيب شو اللي بتهتم له؟ إذا ربح الفريق الفلاني ولا خسر، هل ماذا يضرك هذا عند الله؟ أو ماذا يفيدك عند الله؟ هل يرفع من درجاتك عند الله؟ إذا عرفت فلان وفلاني ليش تخانقوا مع بعض، فلان وزوجته، هذا ما الذي ينفعك عند الله وما الذي يضرك عند الله؟ هيك من باب بس المعرفة. هذا معنى ما يعنيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عن أي مقام يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش إنه تعال روح اشتري هالشغلة هيدي كذا ما بتعنيني، لا مش هيك، مش من هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بمقام الشرعيات، يعني بحسب الشرع هناك أشياء ينبغي ألا يعنى بها الإنسان، ألا يشغل نفسه بها، وهناك أشياء ينبغي أن يشغل نفسه بها. هذا هو المراد من حديثه صلى الله عليه وسلم من قوله ما لا يعنيه، وهذا يدل على كمال الإيمان. طيب شو هو على رأس ما لا يعني الشخص؟ يعني على رأس ما لا يعني الشخص المعاصي بكل مراتبها من الكفر إلى الصغيرة، هذا على رأسها، فينبغي عليه أن يتركها كل المعاصي، فرض عليه أن يبتعد عنها. كذلك ينبغي أن يترك المكروهات، لأن الشرع طلب منه أن يتركها. حتى لو لم يكن في فعلها إثم، حتى لو كان إن فعل المكروه لا يكتب عليه ذنب، لكن في تركها ثواب، فإذا يعنيه أن ينال الثواب، مما يعنيه أن يكسب الثواب، لأن الشرع أمر بذلك. وكذلك مما لا يعني فينبغي تركه المشتبهات، كما ذكرنا في الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أخذ الماشية تعيدك عم ترعاها وين؟ على حدود جارك، توشك أن ترتع فيه، أن تدخل هذه الماشية إلى أرضه فتأكل من عشبه، لا ابعد بعيد. المشتبهات هيك، هذا أمر ما بعرف شو حكمه، حلال ولا حرام، بتركه، لا أدخل فيه قبل أن أعرف حكمه في الشرع. وينبغي أن يعتني الإنسان بما يتعلق بضرورة حياته. شو ضرورة حياته؟ من مأكله، من ملبسه، أن يعف نفسه. هناك أشياء من الضرورات، هذا مما يعنيه. الإنسان يحتاج أن يأكل فيعتني بهذا الأمر، يعني مش معنى أنه يتنعم، يأكل ما يمنع عنه الهلاك، ولا شك يجب عليه أن يحتاط فيأكل من الحلال، أن يسعى أن يأكل من الحلال ويجتنب الحرام. فيأكل على أي مستوى؟ على أي ليفل؟ على مستوى سد الضرورة، ما بده يترقى، بده يعود نفسه لله تعالى أن يأكل على مستوى سد الضرورة، يعني أن يكتفي بأكل ما يقوم به بدنه. ليه؟ حتى يقوى على طاعة الله، حتى يقوى على طاعة الله. فيما يتعلق بجسده حتى يقوى على الطاعة، يأكل ما يقوم به بدنه، ينام حتى يقوى على طاعة الله، يشرب حتى يقوى على طاعة الله. هذا معناه أن تعنيه حياته، أن تعنيه نفسه. كذلك ما يتعلق بإعفاف نفسه، هذا مما يعنيه، يعني إن كان يحتاج للزواج ليعف نفسه يتزوج من يعني لهذا الغرض، أن يعتني بملبسه. شو يعني؟ يعني مش معناها أنه يكون عنده 500 ثوب انه هيك بيكون اعتنى بملبسه،
لا، معناه أن يكون عنده ما يكفيه. شو يعني ما يكفيه؟ يعني أن يكون عنده من الثياب ما يكفيه في الفصل الذي هو فيه. مثلا أنت بفصل الشتاء، أن يكون عندك ثوب يكفيك فصل الشتاء لتستر به عورتك، لتجتنب به البرد، وإن كان صيف فصل الصيف لتجتنب به الحر، ويكون عندك من الثوب ما يقبل به الناس عليك. قد تلبس ثياب مخز مقطع، الناس إذا كنت تدرس الناس لا يقبلون عليك. فهون صار في مصلحة، في مصلحة أن تقتني من الثياب ما يقبل به الناس عليك لتلقي ما عندك من الخير لينتفعوا به، وأن يلبس ما يقبل به بين الناس. هذا مما يعنيه. ومما يعني الإنسان ما يمنع عنه العطش، ما يكفيه العطش، ما يكفيه العطش. أحيانا يكون واحد عطشان ودخل في الصلاة، بصير نفسه تحدثه بسبب العطش، هذا ينشغل فكره به فيمنع عنه الخشوع، فبده يراعي هالأمر، أنا ليش بدي أشرب؟ حتى لا يذهب عطشي خشوعي في الصلاة. يعني قد ايه الواحد منا بيحتاج انه يكون في مراقبة دائمة لنفسه. ومما يعني الإنسان سلامته في معاده، يعني في آخرته، سلامته من الضرر في دنياه، يتعلم ما يكفي ويعمل بما تعلم، وسلامته في آخرته. فكل هذا مما ينبغي أن يوجه الإنسان اعتناءه إليه. فإذا وجه تفكيره وعنايته إلى الالتفات إلى شهوة جمع المال مثلا ليكثر ماله، إلى شهوة الرئاسة والمنصب، إلى شهوة العلو على غيره والمخاصمة مع غيره لأجل حظ النفس، لأجل المراء، ليظهر للناس أنه هو المنتصر، أو لشهوة كسر الآخر، بده يحط على عينه، بده يفرجي أنا اللي غلبتك، هذا يكون دخل فيما لا يعنيه، هذا يكون دخل فيما لا يعنيه. أما إذا ابتعد عن طلب مناصب الرئاسة واشتغل بما فيه صلاح معاشه في الدنيا ومعاده يوم القيامة، وجه همه لأخذ ليتزود لآخرته، وسعى في اكتساب المعالي ما يرفع من درجاته عند الله، المعالي العلمية، يعني سعى في تحصيل علم الدين والازدياد من ذلك والإكثار في الازدياد من الأعمال الصالحة وفي تهذيب نفسه من ناحية الأخلاق وما شابه ذلك، هذا يكون مشتغلا بما يعنيه مبتعدا عما لا يعنيه. هذا الطريق إلى الوصول إلى مقام الإحسان. أما من شغل نفسه بالكلام وجرح اللسان، لأنه في كلام أثره أقوى من أثر حد السيف، فيكون حاله كما قال الشاعر: جروح السنان لها التئام، جروح السنان السلاح، السيف السكين ونحوه، جروح السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، ولا يلتام يعني لا يلتئم،
ولا يلتام ما جرح اللسان. قد يموت الشخص قبل أن يلتئم جرح اللسان، فمهما حاول أن يصلح الأمر الذي جرحه في كثير من الحالات، شو بيكون أصل هذا جرح اللسان؟ في كثير من الحالات الدخول فيما لا يعنيه، يجرحه فيكتسب بسبب ذلك إثما عند الله تعالى وعداوة، ويكتسب عداوة هذا الإنسان فيبقى معاديا له إلى الموت. لذلك قال بعضهم: قد ينبت العشب على دمن الثرى، قد ينبت العشب على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. يعني أحيانا بيموت الشخص والمكان الذي مات فيه ينبت فيه العشب، خلص تغير حاله، وتبقى الحزازة بالنفس كما هي، ما بتتغير لا تذهب. أصل هذا الأمر أنه دخل فيما لا يعنيه، بيكون رجال ومرته وولادهم عايشين بأمان بسلامة، هالزوجين هول، هذان الزوجان يهتمان بأولادهما، يعتنيان بأولادهما، يرشدان الأولاد، بيجي شخص ليس له في العير ولا في النفير، لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد، بيمسك هالولد بقول له: ليش أبوك عم يعمل معك هيك؟ ليش ما بيعمل لك كذا؟ ليش ما بيشتري لك كذا؟ لماذا أمك تعاملك بهذه الطريقة؟ لماذا أمك لا تسمح لك بكذا؟ فبدل أن يكون الحال بين الأهل منتظما على ما يرضي الله تبارك وتعالى، يصير بينهم نفور، فيسوقهم ذلك إلى خراب. أصل ذلك دخول الشخص فيما لا يعنيه. فالكلام الذي لا يعني الشخص، شو تعريفه حتى تسهل الأمر عليك وتعرف كيف بدك تحكي وكيف بدك تصرف؟ الكلام الذي لا يعنيك هو الكلام الذي لا تحصل منه ثوابا. كل كلام انت ما بتاخذ من وراه ثواب، هذا لا يعنيك ولا يدفع عنك ضررا في الدنيا، لا تحصل منه ثوابا وليس فيه دفع ضرر في الدنيا عنك، ولا يعينك في كسب معاشك. فالواحد منا هيك بيقول بلحظة صفاء، بيقول: أنا إذا تركت هذا الكلام، يعني الذي لا يعنيني، هل علي إثم بتركه؟ لا. إذا تركت هذا الكلام الذي لا يعنيني، هل أخسر ثوابا بتركه؟ لا. إذا تركت هذا الكلام الذي لا يعنيني، هل يلحقني ضرر في العاجل في الدنيا أو في الآجل في الآخرة؟ لا. طيب لماذا أتكلم به؟ ففي أحيان كثيرة الإنسان يحتاج إلى صبر وتدريب نفس حتى يعتاد ترك هذا الكلام الذي لا يعنيه، لأن النفس تميل إلى الإكثار من الكلام، وبيجي الشيطان يحثه على ذلك، يوسوس له، يدفعه إلى ذلك. ومعروف هذا الأمر أنه من كثر كلامه كثر غلطه، تحكي كتير بتغلط كتير. واحد كان يمكن ذكرناه في درس سابق، واحد كان يقعد في حلقة الإمام أبي حنيفة مجلس العلم، وهو فقيه كبير، هو من الفقهاء الكبار،
لما يجلس في مجلس الإمام أبي حنيفة يجيب حصى يضعها في فمه، فبيكون أبو حنيفة واللي معه عم يحكوا بمسألة فقهية مثلا ويتفاوضون فيها وهو يعرف الجواب جيدا لكن لا يقول كلمة، لا يقول في مين عم بيسد هذا المسد، لما أتكلم؟ فيعود نفسه على الصمت في مثل هذا الأمر، فكيف بكلام الذي لا خير فيه؟ يعود نفسه بهذا الفعل حتى يعتاد ألا يدخل فيما لا يعني، وفي عنده خوف إن تكلم، عنده خوف من حظ النفس. أنا ليش عم بحكي؟ أحيانا يدخل إنسان مخالف لنا بده يناظر بمسألة، واحد من الأحباب يناظره، بتلاقي بعض الناس هذا فات عليه من هون وهذا فات عليه من هون، شوش على أخينا وأخذ الحديث وصار ليش عم تعمل هيك؟ ليه عم تعمل هيك؟ ما الرجل هذا ماشي حاله، يعني يحسن مناظرة الخصم، ليش عم تدخل من هون تدخل من هون؟ من أي باب؟ راقبت نيتك قبل ما تدخل؟ هل في حاجة ولا لا؟ هذا الرجل الفقيه اللي بمجلس أبي حنيفة بقي على هذه الحال، يفعل هذا الأمر، يضع حصى في فمه 18 سنة، 18 سنة تدريب. فإذا فكر الشخص بالوقت قال بدل أن أصرفه فيما لا يعنيني لو صرفته في الخير لاستفدت كثيرا. أنا قاعد مثلا عم بحضر مسلسل وساكت متابع ومركز، طب هذا الوقت أنا لو قلت لا إله إلا الله كم تهليل أهلل، كم تهليل أهلل؟ واحد الشيخ سأله، كان الشيخ عم يحكي مع شخص واحد قاعد، قال له الشيخ في ربع ساعة كم تهليلة تهلل في ربع ساعة؟ قال له ما بعرف مولانا ما عديتهم. قال له عدها احسبها لتعرف قديش روحت عليك، ربع ساعة. طب انت بتقعد احيانا بتحضر فيلم ساعتين وساعتين وشوي يمكن، وبعض الناس بيكون مسلسل 30 حلقة ما بينام قبل ما يخلص على 30 حلقة. فلو صرفت هذا الوقت في الذكر في العبادة في التفكر في مخلوقات الله، صرفته بما يعنيك على تعظيم الله تبارك وتعالى، لو قلت سبحان الله وبحمده، يعني هلأ نحن في الدنيا جاي الصيفية إن شاء الله إن أحيانا الله وعندك جنيني، كم شتلة بتظن أنت فيك تزرع؟ ودي بدون ياخدوا منك وقت. سبحان الله وبحمده تقولها مرة تغرس لك في الجنة شجرة، لا رح جبت تراب ولا حفرت ولا سقيت ولا شلت الويد ولا مرة، سبحان الله وبحمده تغرس لك شجرة في الجنة. لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه كنز من كنوز الجنة. لو جلست في مجلس علم بدل الكلام الذي لا منفعة فيه لكنت في رياض الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عنه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ارتعوا يعني كأنك أنت ببستان قدامك كل هالفاكهة، ارتع كل منها وكل لا تترك،
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلق العلم. رواه الترمذي. هذا الأعلى، فهل ينبغي للإنسان أن يعدل عن الأعلى إلى الأدنى؟ لا ينبغي ذلك. لا ينبغي أن يرضى لنفسه من الأخلاق بدل معاليها سفاسفها. السفساف جمعها سفاسف. السفساف هو الأمر الحقير الرديء من كل شيء، كل شيء حقير رديء يقال عنه سفساف، جمعها سفاسف. هنا السفاسف ضد المعالي، ضد المكارم. والذكي من لا يترك ما مدحه الله تعالى ويفعل ما لم يمدحه الله عز وجل. فكيف إذا كان الإنسان ليل نهار يشتغل بالغيبة، يشتغل بالنميمة، يشتغل بالبهتان، يشتغل بمعاداة المسلمين وبالكيد لأهل الإيمان وتدبير المؤامرات لينتقم من فلان ومن علان من إخوانه المسلمين أو بجلب المضرة عليهم؟ هذا ماذا يكون حاله وكيف يكون يوم القيامة؟ روى ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحف إبراهيم، يعني فيما أنزل الله تعالى على إبراهيم في الصحف، من حسب كلامه من عمله، من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. يعني إذا بتعتبر إنه كلامك، الكلام اللي بدك تقوله ستحاسب عليه، قد ايه بتحكي فقل كلامه إلا فيما يعنيه. حتى يلزم الاحتياط، حتى المباح يقلل منه قدر المستطاع، الكلام المباح من باب الاحتياط، حتى لا يجرني هذا المباح إلى الحرام أو إلى المكروه ثم إلى الحرام. فكيف إذا تفكر الإنسان في قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من قول، ما يلفظ، ما للنفي، يلفظ من قول، قول نكرة ما فيها أل، من القول يعني أي قول، ما يلفظ من قول للتعميم إلا لديه رقيب عتيد. هذا كله مسجل، الحسنات تسجل، السيئات تسجل، المباحات تسجل، ثم تمحى هذه المباحات، تسقط من صحائف الملائكة. الله تعالى قال أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. السر ما يكون في نفس الشخص لا يطلع غيره عليه، والنجوى ما يكون بين اثنين فقط. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالسر يسمعه الله تعالى، والنجوى بين اثنين يسمعها الله تعالى والملائكة تكتب. أحيانا الشخص يدخل إلى الخلاء، الملائكة لا تدخل إلى الخلاء.
فإن تكلم في الخلاء بما يسخط الله عز وجل، الله يطلع الملائكة على ما قال هذا الإنسان فيكتبون. فينبغي للإنسان أن يتفكر فيما يخرج من لسانه. لو واحد منا بفكر، يعني أنت واحد زدت كلمة هيك مزحة، جيت أنت بدك تسايره بالموضوع، بعدين لجمت نفسك، فكر أنا إذا قلت هالكلمة هذه بيأخذ ثواب عليها ولا لا، يحبها الله ولا لا يحبها الله. بوقف مرة، اثنين، ثلاثة، عشرة، ألف، ألفين مرة، بإذن الله تعتاد على أن تلجم لسانك عما لا يعنيك، وأن تشغل وقتك فيما يعنيك بدل أن تشغله فيما لا يعنيك. قلت لكم أنا يعني لست وليا ولست تقيا، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ذنوبي الكثيرة، حتى حضر درس أحيانا يستغرق مني ذلك 4 ساعات أو 5 ساعات لتحضير درس. طيب 5 ساعات من 24 ساعة مروا في طاعة مع إخلاص النية لله تعالى لدرس. طيب حضر درسين، حضر ثلاثة، وعندك الصلوات في أوقاتها، وعندك الأذكار تذكر، يعني مجال واسع. طيب مشغولة بتربية الأبناء، طيب علميهم، شو عم تعلميهم؟ جيبوا لنا الألعاب وزدتوهم قدام منهم بس ريحوا لنا راسنا، بلشوا علموهم. الولد الصغير هذا كالإناء الفارغ، ما يوضع فيه يقبله، إن وضعوا في هذا الإناء الفارغ ماء قبله، وإن وضعوا فيه بولا قبله. ثم الوقت ضيق والعمر قصير، من لم يمت اليوم مات غدا، جايك الدور. من لم يمت الساعة قد يموت بعد ساعة. فينبغي للإنسان أن يسعى، ولا سيما اللي صاروا مثلنا كبار بالعمر، يعني بحكي عن حالي. فينبغي للإنسان أن يسعى ما استطاع أن يحصل الزاد للآخرة، أن لا يضيع وقته فيما لا خير فيه. عن الحسن، حسن البصري رضي الله عنه، أنه قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد، عن عبده يعني، شغله فيما لا يعنيه. من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. بيشتغل فيه، طيب شغله فيما لا يعنيه ربح ولا خسارة؟ خسارة. لو كان عم يشتغل فيما لا يعنيه بما لا يلحقه بسببه ذنب، لكن في خسارة ثواب. والإمام سهل بن عبد الله التستري قال: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدقة. والإمام معروف الكرخي، الولي الكبير صاحب الكرامات، الذي قيل عنه: قبر معروف الترياق المجرب، الترياق المجرب، الدعاء عند قبره مظنة إجابة، الدعاء عند قبره مظنة إجابة. معروف الكرخي قال: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. هذا العبد الذي يشغل وقته بكلام لا يعنيه، معناه أن هذا مخذول عند الله تعالى، هذا خذلان من الله. وقال بعض العارفين الصالحين الأولياء: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، أن الله
يسمعك. وإذا سكت فاذكر نظره إليك، لو كنت ساكت الله يراك. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني، يعني ترك ما لا يعني، أكثر شيء يقصد بترك ما لا يعني أن تحفظ لسانك من لغو الكلام، الكلام الذي لا يعود عليك بخير لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما أشير إلى ذلك في الآيات الأولى التي ذكرناها. لأنه ورد في مسند الإمام أحمد عن حسين بن علي قال، حسين بن علي أخو الحسن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه، إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. ومما يعني الإنسان القيام بالنصيحة لله وللرسول ولكتاب الله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما ذكرنا عند تفسير هذا الحديث الدين النصيحة. ومن جملة النصيحة الواجبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس أحيانا يسيئون فهم آية في كتاب الله تعالى. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس لا يفهم هذه الآية على معناها، فيظن أن معناها إذا كان زيد من الناس يفعل معصية قال أنا ليس لي علاقة بذلك. لا، ليس هذا معناها. إذا عمل زيد معصية، نعم أنت لا تكون أنت الذي عملها، لكن بقي شيء وهو أنه يجب على المسلمين من باب فرض الكفاية عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يهديكم الله ويصلح بالكم. فليس تركك للنهي عن المنكر في هذا الموضع شيئا لا يعنيك، ليس شيئا لا يعنيك أن تترك النهي عن المنكر في هذا الموضع، بل هذا ترك ما يعنيك، تكون تركت ما يعنيك، لأن مما يعني المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لأن المنكر إذا ترك النهي عنه شو بصير؟ يتوسع. إذا لم ينهى عنه يتوسع. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قام مرة خطيبا فحمد الله تعالى، حمد الله عز وجل وأثنى عليه، فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه في سورة المائدة الآية 105. قال: وإنكم تضعونها على غير موضعها، يعني تفسرونها بغير ما هو تفسيرها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، في عدة روايات. في رواية: إن الناس إذا رأوا الظالمة أوشك الله أن يعمهم بعقابه، يعني شو معناها؟ معناها يستحقون العذاب.
هذه رواية أحمد في المسند، معناه يستحقون العذاب. إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك، هذه أوشك تعطي معنى القرب، صار عقاب الله قريبا منهم، هذا معناه. فلان وصل أوشك أن يصل، صار قريبا أن يصل، أوشك أن يعمهم الله، أو أوشك الله أن يعمهم بعقابه، يعني صار عقاب الله قريبا منهم، صار قريبا أن ينزل بهم عقاب الله تعالى. ومن نظر في أحوال المسلمين في أيامنا يرى أنه نتيجة ترك النهي عن المنكر قد عم عقاب الله في بلاد كثيرة. هذا شيء ملاحظ، هذا شيء واضح مشاهد، بسبب كثرة الذنوب في هذا الزمن وترك النهي عن المنكر عم عقاب الله في بلاد كثيرة. قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث يهلك الصالحون ويهلك الطالحون، لكن كل منهم يبعث على حاله، هذا يبعث صالحا وهذا يبعث طالحا. ثم النهي عن المنكر لا بد له من علم، لا بد له من علم، لا بد أن يجري على وجهه، يعني أن يكون كما أمر الله حتى يؤتي ثمرته، حتى يعطي ثمرته، لأنه المنكر درجات. بتشوف شخص غارق في الكفر، بتشوف شخص غارق في الكفر، بمرة سب إنسانا مسلما، فبتروح بتترك نهيه عن الكفر، بتنهى عن سب المسلم. بهذه الطريقة لا تكون سلكت المسلك الذي هو يناسب. المسلك المناسب أن تنهاه عن الكفر الذي هو واقع فيه. وهكذا في بلاد كثيرة شاع فيها مسبة الله تبارك وتعالى، وانتشر فيها الاستهزاء بالدين ومسبة الأنبياء. بتفوت على المساجد في كثير منها بتطلع شو موضوع خطبة الجمعة، خطباء الجمعة كثير منهم لا يتكلمون في هذا قط إلا النادر، بيحكي عن حكم الذهاب إلى السينما، بيحكي عن حكم المرأة تخرج كاشفة الشعر أو نحو ذلك. أما أن يحذر من الألفاظ الكفرية، من مسبة الله، من مسبة الدين دين الإسلام، من مسبة الأنبياء، تكاد لا تسمع من الأكثرية الساحقة. الكفر بالله الذي هو أعظم الذنوب لا يتعرضون له. نعم، هذا اللي نهى عن الذهاب إلى السينما وحذر منها، أو نهى المرأة عن خروجها كاشفة الرأس، تكلم عن نهي عن منكر ونبه منه، لكن كان المطلوب منه أن يتكلم عن شيء أولى، عن شيء أهم، الذي هو الكفر بالله تبارك وتعالى. كثير من الناس من المتصدرين للتدريس والخطابة ما فعلوا ذلك. سيدنا عمر رضي الله عنه قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. فمهما ابتغيناه أو ابتغينا العزة بغيره، يعني بغير الإسلام، أذلنا الله. وتاريخ المسلمين يشهد على ذلك. إذا نظرت ترى بوقت من الأوقات يكون الوضع سيئا، حال المسلمين وضعهم سيء، فييسر الله تعالى بعض أهل الخير، يعلمون العلم، ينشرون الحق، فتتغير الأحوال وتتبدل الأوضاع، ويحصل من البركات والأمن والفتوحات ما لم يكن يتوقعه أحد. شو السبب؟
التمسك بدين الله تعالى. بل ترفع أمراض أوبئة برجوع الناس إلى الله تبارك وتعالى. ونعطي مثالا على ذلك الدولة العثمانية، نتكلم عن ذلك غدا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.